النهاردة إيد في إيد بيلف محافظات كتير جداً علشان نعرف ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والجمعيات التي تندرج تحت التحالف الوطني وتحت مظلته من فعاليات مهمة ومختلفة لخدمة أهلنا وناسنا في كل مكان وبمختلف القطاعات. من شوية رحنا لمحافظة الجيزة وعرفنا استضافة يعني عدد من الأطفال من دور الأيتام وتوزيع للملابس بمبادرة الأخ الكبير. خلينا نروح لمحافظة الشرقية، ولكن أعتقد التوزيع بيتم في القاهرة. أستاذ سيد الشرباجي، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أهلا بك معنا على نغم فم. أهلا وسهلا فندم. النهاردة يعني مساعدات للزواج واحتفالية كبيرة جدا بتقام في هذا الصدد، يعني خلينا نعرف التحضير ليها كان إزاي وإيه أهم اللقطات اللي حصلت حتى الآن. والله النهاردة في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالمواطن المصري وبالأخص أبناء محافظة الشرقية في مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جمعية الأورمان وزعت مساعدات زواج لعدد 25 فتاة مقبل على الزواج. كل فتاة خدت 15,000 جنيه نقدي. تمام يا فندم. ده بعد دراسة بحث اجتماعي ودراسة ميدانية للحالة، وشفنا ظروفها الاقتصادية وظروفها الاجتماعية. في خلال بالضبط كان 20 يوم، كانت النهاردة صرف يعني مقدمين لنا الورق من 20 يوم، النهاردة صرفوا اليوم بفضل ربنا الحمد. طيب يعني بتكون مساعدات مادية فقط ويكون في أجهزة وبعض يعني مستملات الزواج؟ احنا والله وزعنا عليهم مساعدات مالية لما بقول لحضرتك وبعض الهدايا. وبعض الهدايا، تمام. ايه اهم الفعاليات الاخرى اللي بتحضروا لها؟ والله احنا برضو بنحضر تحت مظلة التحالف الوطني، هنوزع برضو في خلال شهر رمضان وفي الايام المقبلة مثلا لحوم، كراتين، يعني المتوفر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا استاذ سيد الشرباجي على هذا التعاون والعمل يعني المجتمعي الهام اللي كلنا طول ما ايدنا في ايد بعض هنوفر حياه كريمه لكل مصري ومصريه. شكرا ليك يا فندم. كل سنه وانت طيب. طيب شكرا، مع السلامه. طيب ده بعد آخر، بعد مساعدات إنسانية للزواج من قبل بعض الجمعيات التي تندرج تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. النموذج المصري المختلف الحقيقة قدم لنا دروس كتير جدا في عمر قصير جدا من عمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ولكن يعني دروس مهمة، تنمية حقيقية بتحصل على أرض الواقع لخدمة كل مصري ومصرية.